يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. سيزن تقريبا بيخلص او سيزن تقريبا شبه انتهى، عشان كده الحقيقه ان احنا حاولنا نعمل قرايه في ارقام حققها النادي الاهلي وحققها نادي الوداد، نحاول من خلالها نعرف الارقام بتصب في مصلحه مين. وزي ما قلت لحضراتكم باستثناء عامل الارض كفه الاهلي ارجح بكل المقاييس على كل المستويات، وخلينا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي مجموعه من الارقام اللي بتختصر او بتقدم لحضراتكم اهم الحاجات اللي قدمها الفريق على مدار الموسم. نبتدي يا ساره. طيب بص، المعدل خلال المباراه الواحده بالنسبه للاهداف بالنسبه للاهلي فهو 2.2 وبالنسبه للوداد 1.7. طيب ده معناه ان قدره الاهلي الهجوميه على التسجيل اعلى من قدره الوداد. بالنسبه للاهداف اللي دخلت مرمى كل فريق، ده طبعا معدل الاهداف اللي دخل كل مرمى مقارنه بعدد المباريات اللي لعبها الفريق ده، فالاهلي 25% والوداد 93% تقريبا. يعني بنتكلم على معدل ربع هدف بيدخل، ربع هدف بيدخل شباك النادي الاهلي في كل مباراه بيلعبها، في مقابل ده تقريبا هدف بيدخل شباك نادي الوداد في كل مباراه بيلعبها. وده بياكد الكلام اللي كنا استعرضناه مع حضراتكم قبل كده في السادسه، انه الوداد بيعاني دفاعيا، الوداد عنده مشاكل كتير جدا في تمركز قلب الدفاع بتاعه، وايضا عنده مشاكل كتير في حراسه المرمى. طيب الاستحواذ بالنسبه للنادي الاهلي يا احمد 55% والنادي الوداد 53%، قريبين من بعض بس برضو الاهلي متفوق. وخدي بالك ان احنا بنتكلم هنا على متوسط طوال الموسم، انا بيتهيألي كمان انه نسبه استحواذ النادي الاهلي مع تحت قياده موسيماني عاليه بشكل كبير، واعتقد ده ممكن يعني يفرق معانا كتير في مباراه النهارده. معدل التمريرات 497 للاهلي و448 للوداد. تمام. وبالنسبه للتصويب على المرمى بنتكلم انه الاهلي متوسط 15 تسديده كل مباراه على المرمى، منهم 6 بين الثلاث خشبات، في حين انه الوداد 12 تسديده على المرمى، 5 منهم بين الثلاث خشبات. وده برضو بيأكد انه حتى من ناحيه المحاولات والايجابيه على المرمى الاهلي بيتفوق. الكرات البينيه 16 للاهلي و11 للوداد. صحيح. يبقى هنا يمكن الجدول ده بيوضح لنا قوي قد ايه قدرات الاهلي سواء في الاستحواذ او السيطره الميدانيه او المحاولات والفرص، خلق الفرص على المرمى، او حتى في فكره استقبال الناحيه الدفاعيه انك انت تستقبل هجمات او تمنع هجمات من وصولها للمرمى، بيتفوق فيها على الوداد بشكل كامل. نروح لفصل سريع ونرجع نستقبل أو نكمل مع حضراتكم باقي المقارنة.